يقول شفت الحسين وجسمه كالقنفذ من الجراح، كل جسمه ينزف دم بأذنه. جيت عنده قلت له سيدي شنو هالمنظر اللي أنا أشوفك به؟ قل لي أيها العالم الجليل هذه الجراحات التي أصبت بها يوم عاشوراء. والإمام الباقر شو يقول؟ يقول 1900 جراحة في بدن جدي الجسم. يقول أنا سيدي 1900 جسم ما يسع ال 1900 شلون؟ قال والله الضربة على الضربة والطعن على الطعن. يا يقول هذا السيد قال له هالشكل هاي جراحاتي. العالم يقول ثاني يوم هم شفت الإمام الحسين في عالم الرؤيا، لكن شفته طيب معافى سليم ما بي جرح ما بي نزف. قلت سيدي الحمد لله أنت اليوم أشوفك طيب، شوف الرسالة وين. قال له أيها العالم الجليل اقرأ شيعتي عني السلام وقل لهم أن جراحاتي قد برأت بفضل بكاؤهم على مصيبتي. الله أكبر، يعني اللي يبكي عليك أبو علي داوي جرحا من فتن والروح لك احنا وما نملك. سيدي يا أبو عبد الله أن جراحاتي قد برأت بفضل بكائهم على مصيبتي، لكن أيها العالم الجليل بقي عندي جرحين لا هما من ضربة سيف ولا من طعنة رمح. الله أكبر. اللي هنا السيدة سكينة تقول إن أبي الحسين احتضر 3 مرات، احتضار استشهاده واحتضار عند العباس واحتضار عند ولده علي الأكبر، راد يموت روحه راح تطلع